راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا شباب؟ الحمد لله. هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أنتم بخير؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. طيب جميل جدا. نحن اليوم في الدرس الرابع، والدرس الرابع سوف ندرس الحروف الهجائية أيضا، لكن قبل أن نبدأ لعلنا نتذكر ما درسناه في الدرس الماضي. درسنا ثلاثة أحرف، أليس كذلك؟ قولوا بلى بلى إذا كان صح، وقولوا نعم إذا كان خطأ، مثل ما تدربنا قبل ذلك. طيب هل تذكرنا يا عامر بالصوت الأول أو بالحرف الأول؟ جيم. أحسنت، جيم. ولذلك ممكن أن نقول جاء زي جو. لا تنسى ذلك، لا تنسى ذلك، التشكيل مهم جدا. ننتقل إلى محمد ويعطينا الصوت أو الحرف الثاني، ماذا كان؟ خاء. حرف الخاء، وكذلك نقول خاء خي خو. طيب جميل. والصوت أو الحرف الثالث والأخير كان يا سامي، تفضل. حاء. حاء، سامي يقول حرف الحاء، وكذلك نقول عنه حاء حي حو. تمام. طيب أنا سأضرب مثالا واحد فقط للمراجعة، وبعد ذلك نبدأ الدرس الجديد. أريدكم أن تقولوا هل هو ضمة أو كسرة أم ضمة. خيار، نريد عامر. خيار الكسرة. أحسنت، الكسرة. طيب نريد أن نقول صخرة. صخرة ماذا هي محمد؟ هل هي ضمة أم كسرة أم سكون أم فتحة؟ السكون. السكون، أحسنت. طيب وبقي لدينا حرف حوت، حرف الحاء حوت، هل هو ضمة أم فتحة يا سامي أم كسرة؟ ضمة. ضمة، حركة الفم مثل ما ذكرنا، حوت. شكرا جزيلا. الآن نتجه إلى الدرس الرابع، حيث أننا سندرس كما هو ظاهر لكم في الشاشة حرف الدال، والآخر يقال عنه حرف الذال. لاحظوا النقطة، الفرق بين الحرفين هو النقطة في الأعلى، الذال، ثم حرف الزاي بنقطة، وكذلك حرف الراء بدون نقطة. إذن سوف ندرس هذه الثلاثة الأحرف مثل ما درسنا بقية الأحرف. ما نريد التعرف عليه مثل ما فعلنا سابقا هي التشكيل، الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة. انظروا إلى حرف الدال، يقولون عنه الداء. طيب أريد شخصا منكم يذكر لنا الصوت الأول، وليكن عامر، تفضل. ماذا نقول؟ داء. داء. انظروا هذه المرة أطلب منكم أن تقرأوا أنتم، لأن الآن تعدينا عددا كبيرا من الأصوات والأحرف. داء بالفتحة. طيب قولوا معه داء. 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 هو مشابه لحرف د in English. باللغة الإنجليزية يوجد لديهم حرف الدال، فلذلك ليس لدينا مشكلة هنا. طيب بالكسرة نقول ماذا نقول يا محمد؟ بالكسرة دي. دي، إذن هي فقط نفس الصوت لكن في النزول، دي. وأخيرا يا سامي لدينا حرف الداء بالضمة، نقول دو. 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 طيب ننظر إلى الأمثلة ونكررها مع بعض. المثال الأول بالأصفر دلو. دلون، قولوا معي دلون. دلون. والصورة الثانية ديكن. ديكن. أحسنتم، لا تقلقون بوجود كلمة أحرف لم تدرسوها، حرف الياء وحرف الكاف، سوف ندرس هذه الأحرف. أريدك أن تركز على اللون الأحمر، ديكن. ديكن. طيب والأخير بالضمة تجدون في الصورة
بالحرف بالضمة دب دبون. أحسنتم دبون. إذن هذا حرف الداء ويظهر لنا بالأصوات الثلاثة. ننتقل مباشرة على الشاشة كما ترون. الفرق بين حرف الدال والذال في الرسم هو وجود ما هو في الأعلى الآن نقطة، نقول عنها في اللغة العربية أذكركم نقطة. إذن هو يوجد فرق بسيط جدا في الكتابة وفي الرسم. إذن بالفتحة نبدأ من مجددا من عامر. حرف الذال ذا ذال، لكن نريد الصوت ذا. ذا أحسنت، فتحة آه. طيب وبالكسرة يا محمد؟ ذي ذي، أحسنت شكرا جزيلا. وبالضمة يا سامي؟ ذو ذو. إذن هذه الثلاث الحركات الموجودة لدينا. نأتي إلى الصف الثاني ونقرأ ونكرر مع بعض الأمثلة. في الصورة الأولى نجد صورة ذيل، قولوا معي ذيل. ذيل أحسنتم. ننتقل إلى الصورة الثانية وهي بالكسرة والنزول مثل ما ذكرت لكم، والأسنان تظهر مثل ما ذكرت لكم. ذئب ذئب أحسنتم، ذئب هي الكلمة التي نريد. انتقلوا إلى الصورة الثالثة وانظروا إلى الصورة، هي مبدوءة بالضمة والصورة باللون الأسود. ذرة 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 ذرة. أحسنتم. إذن هذا هو حرف الذال بأشكاله أو سماعه بالأصوات الثلاثة. ننتقل مباشرة إلى حرف الزاي ونسمع صوت الزاي ثلاث مرات. بالفتحة يا عامر؟ زا زا. أحسنت. وبالكسرة يا محمد؟ زي زي. أحسنت. وأخيرا سامي بالضمة؟ زو زو. لا تقولوا زو، هي في اللغة الإنجليزية حديقة زو، لكن هنا حرف زو أو صوت زو. ننظر ونكرر هذه الكلمات. الكلمة الأولى زهرة. زهرة. جميل جدا. الصورة الثانية زر. زر. والصورة الثالثة زجاجة. زجاجة. وهذه وردت في القرآن، زجاجة زجاجة. طيب وكثير من الكلمات. طيب ننتقل إلى الحرف الرابع والأخير وننظر إلى أصواته الثلاثة. الصوت الأول راء، هل هو فتحة أم ضمة؟ فتحة. أحسنت، فتحة فتحة. أحسنت. وري ما هي يا محمد؟ ري، هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ كسرة. أحسنتم، كسرة. لاحظوا الآن أنا أسألكم ماذا نسميها، لا أطلب منكم النطق. وأخيرا الرو، ماذا نقول عنها يا سامي؟ ضمة. فتحة ضمة. أحسنت. طيب ننظر إلى الأمثلة مرة أخرى. في الحرف رف، قولوا معي رف. رف. ويوجد الرف هو المكان الذي نعلق عليه، الصورة توضح لكم ذلك. ننظر إلى الصورة التي بعدها، ريشة. 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 انتبهوا، ري 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 ري. تمام. انتقلوا إلى الصورة الثالثة وهي نوع من أنواع الفاكهة ونقول عنها رمان. رمان. أنا أظنكم بعضكم يعرف هذه الكلمة لأنها وردت في القرآن، وردت في كثير من النصوص. طيب ننتقل بعد ذلك إذا أردتم إلى كيف نكتب. الآن كنا نسمع الصوت، الآن ننتقل إلى كيف نكتب هذه الأحرف. فانظروا في أول الكلمة، تكتب كما نراها في الصورة الأولى، تكتب بدون أي مشكلة. حرف الدال أو الذال تكتب بهذا الطريقة في أول الكلمة. في منتصف الكلمة لها شكلان، إما تكون لاحقة بكلمة، وهذه الطريقة تكون مكتوبة مع أحرف سابقة فتكتب بهذه الطريقة، أو تكون منفصلة عن الكلمة وتكتب بهذا الشكل، وتكتب بهذا الشكل. تمام؟ مثلها مثل حرف الحاء والخاء والذال. تمام؟ انظروا إلى وسط الكلمة وآخر الكلمة، كلا الأمرين أو كلا الرسم الرسمين واضح بأن الرسم هو في منتصف الكلمة أو في آخر الكلمة بنفس الطريقة. ومثل ما ذكرت لكم سابقا، تحتاجون أن تجلسوا في البيت وتكرروا كيف تكتب هذه الكلمة أو هذا الصوت أو هذا الحرف
مرة أخرى، ثانية، ثالثة، رابعة، حتى تزيد كتابة هذا الحرف. لا تنسى الملاحظة، انظروا كيف أكتب من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار، من اليمين إلى اليسار، انظر من اليمين إلى اليسار. لا تكتب بهذا الشكل، لا تكتب بشكل معاكس. انتبهتم إلى ذلك في الشاشة؟ إذا ما فعلناه في الأول هو الصحيح. نبدأ الكتابة من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، وسوف نبين لكم ذلك في دروس إن شاء الله قادمة. ننتقل الآن مباشرة إلى حرف الذال. هل يوجد فرق بين الكتابة في حرف الدال وحرف الذال؟ لا، لا يوجد. الفرق الوحيد هو أن الذال تكون منقوطة، يعني عليها نقطة، عليها نقطة، هذه النقطة انظروا تحتها خط، وكتابتها في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة سيكون كذلك مثل الدال، مثل حرف الدال. هل هذا واضح؟ إذا كان واضح نعرف أن كلمة واضح تعني كذلك، غير واضح يعني أريد أن أشرح مرة أخرى. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى هذا التمرين السهل والبسيط. طيب، اكتب حرف الدال الناقص واضبطه بالشكل. لا تنسوا، نحن عرفنا أن كيف نكتب حرف الدال في بداية الكلمة، وماذا قلنا عنه كيف يكتب؟ يكتب من الأعلى إلى الأسفل. الآن لمدة دقيقة أريدكم أن تكتبوا هذه الأحرف الآن، وبعد ذلك يعني نحل هذا التمرين مع بعضنا البعض. لديكم دقيقة حتى تكمل ما تريد. لا تنسى التشكيل. جميل جدا. طيب، طيب، أحسنتم، أحسنتم. طيب، أنا سأكتب الحرف مثل ما كتبتموه أنتم، طيب، وبشكل سريع سوف نقوم بمراجعة هذا الحرف مع بعضنا البعض. طيب، انظروا في الصورة الأولى ولدينا عامر، ماذا نقول للحرف عندما أنطقه؟ أريد منك أن تضع التشكيل. دلو، هل هو فتحة أم ضمة أم كسرة؟ الفتحة. أحسنت، إذا نضع فوق هذا الحرف إشارة الفتحة. طيب، انظر يا محمد إلى الصورة الثانية وسوف أنطقها وأنت تعطيني التشكيل الصحيح. درع، درع. الكسرة. أحسنت، ظهرت الأسنان أثناء النطق، درع، إذن هي الكسرة. انظر يا سامي في الصورة الثالثة سوف أنطقها وأنت تعطينا التشكيل. دب، دب. ضمة. أحسنت، إذن نضع الضمة على هذا الحرف، على هذا الحرف. طيب، نرجع مرة أخرى إلى عامر، انظر إلى هذا الحرف كيف يكتب، ليس كما كتبناه في بداية الكلمة، كتب في وسط الكلمة وكتب بهذا الشكل وهو ينطق مدفع، مدفعون. ما رأيك؟ هل التشكيل ضمة أم فتحة أم كسرة أم سكون؟ السكون. أحسنت، وقلنا السكون هو عبارة عن ما نقول عنه دائرة، دائرة يعني رسم بهذا الشكل، حلقة. طيب، ننتقل إلى الصورة تقريبا الرابعة الخامسة، لدينا الصورة الخامسة يا محمد، سوف أنطقها دراجة، دراجة. ماذا تضع من تشكيل على حرف الدال؟ الفتحة. أحسنت، فتحة، فتحة، والفتحة هي بعبارة عن رسم خط في أعلى الحرف. لم نذكر ذلك لكم سابقا، لكن الآن أنتم تقدمتم في المنهج، لابد أن نعرف ماذا نفعل. طيب، ننظر إلى آخر صورة يا سامي ويقول ننطقها بهذا الشكل، دي، ديناصور أو ديناصور مثل ما هو مكتوب لدينا. ما رأيك؟ د، ديناصور. دي، ما هو فتحة أم ضمة أم كسرة؟ هل هو أو، إي، أ أو أ؟ هل هو د أم هو د أو دي أو دو؟ دي، د. إذن هل هي فتحة؟ فتحة. أحسنت، فتحة. أراك مترددا، هل تظن أن إجابتك غير صحيحة أم ماذا؟ فتحة. فتحة، متأكد؟ ماذا تظن يا محمد؟ فتحة؟
فتحة. فتحة. وماذا تقول يا عامر؟ فتحة. فتحة. إذن هي إجابة صحيحة. شكرا لكم، وننتقل الآن إلى درس آخر، أو إلى آسف إلى تمرين آخر ليس درس آخر. طيب، الآن أكتب حرف الدال في الفراغ كما جاء في الكلمة المحاذية لها. أتوقع أنكم تستطيعون كتابة هذه الأحرف، لديكم أقل من دقيقة، فقط أكتب حرف الدال. حرف الدال بالمناسبة يكتب من الفوق إلى الأعلى مثل الدال، ثم نضع نقطة. قوموا بعمل ذلك. هل انتهيتم؟ نعم انتهيتم. طيب، جميل جدا. هذا التمرين جدا سهل، ولا يطلب منكم سوى الرسم. الرسم ما أريد أن أركز عليه هو انظروا بداية الكلمة كيف يكتب الحرف منفرد، انظروا في نهاية الكلمة كيف يكتب، لديه وصلة متصلة هنا. تمام تمام. طيب، انظروا إلى منتصف الكلمة، يوجد وصلة هنا، يوجد اتصال بالحرف، حرف النون. تمام. انظروا إلى الحرف في هذا المكان، ذكور، يكتب في بداية الكلمة بشكل سهل. وانظروا إلى هذا الحرف في نهاية الكلمة، أيضا يكتب ولكن متصل. ولذيذ، انظروا إلى الذال في المنتصف وفي الأخير كيف تكتب. تمام. عليكم التركيز في بداية الكلمة تكون بهذا الشكل، في منتصف الكلمة لابد أن تجدون بهذا الشكل، إلا إذا كانت مفصولة، يعني هذه هنا كلمة ثم يكتب الذال بهذا الشكل منفصلا. تمام. لابد أن يعني ننتبه إلى كتابة الأحرف، انتبهوا إلى كتابة الأحرف، ولن تستطيع معرفة ذلك إلا إذا مارست الكتابة. ننتقل بعد ذلك إلى التمرين الآخر. نريد أن نكتب حرف الراء في أشكاله المختلفة مثل ما ذكرتم لكم في حرف الدال والذال وما قبل ذلك. يكتب في أول الكلمة وفي منتصف الكلمة وآخر الكلمة، كذلك مثل ما هو الحال في الدال والذال، ما يوجد أي فرق. ونكتب من الأعلى إلى الأسفل، لا تكتب من الأسفل إلى الأعلى، الاتجاه يكون عكسي، من الأعلى إلى الأسفل. يا شباب انظر، تكتب هذا الحرف كما ترون باللون الأحمر هكذا. كثير من الطلاب يكتب من الأسفل إلى الأعلى وهذا خطأ. لابد أن تتعلم اللغة العربية كتابة بشكل صحيح حتى يكون لديك خط واضح بإذن الله. جميل. طيب، حرف الراء مثله مثل حرف الزاي الذي سيأتي في هذه الصفحة. في أول الكلمة يكتب بهذا الشكل مثل ما هو يظهر في الصورة الأولى في الحروف الهجائية. في منتصف أو في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة هو مثله مثل حرف الراء، إما يكون هناك وصلة ثم حرف الزاي، أو يكون حرف الزاي لوحده من الأعلى إلى الأسفل ثم نضع ما نقول عنه النقطة. الفرق بين حرف الراء وحرف الزاي هو أن حرف الزاي عليه نقطة في الأعلى، الكتابة تكون من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل وليس بالعكس. تمام. مهم جدا أن تنتبهوا إلى وسط الكلمة، ويوجد لدينا شكلين كما هو واضح لكم هنا في الصورة. طيب، ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك، وهو مشابه للتمرين الذي فعلناه سابقا. أريد أن أعطيكم أقل من دقيقة هذه المرة، وتكتبوا حرف الراء في بداية أو في منتصف أو في نهاية الكلمات التي لديكم. أبدأ الكتابة الآن من الأعلى يا شباب إلى الأسفل، لا تخطئ، أكتب الحرف من الأعلى إلى الأسفل. جميل جدا، يبدو أنكم انتهيتم. لعلنا ننظر، انظروا إلى حرف الراء في بداية الكلمة، يكتب رسمه كما رأيناه في جدول الحروف الهجائية. الفرق البسيط الوحيد الذي أكرر عليه وأركز عليه هنا، أن الحرف عندما يكتب في منتصف الكلمة كما هو موجود في كلمة
صراط هو باتصال الحرف بخط قبله حتى يبين لنا أنه متصل. أما في بداية الكلمة فحاله مثل حرف الزاي، لا يغير من ذلك شيئا. أما ما عدا ذلك في منتصف الكلمة أو في نهاية الكلمة ستجدون الحرف بهذه الطريقة متصل بحرف الميم هنا، وكذلك في بقية الأحرف. هل هذا واضح لكم؟ واضح، جميل جدا. ثم ننتقل بكم إلى هذا التمرين، سأقرأ لكم التمرين ومن ثم نمارس التمرين مع بعضنا البعض. ماذا يقول التمرين؟ سأقرأ لكم لأنكم لا تستطيعون القراءة في هذا المستوى. اقرأ الكلمات التي أمامك بعناية، ثم ضع خطا تحت الكلمات المناسبة لكل حركة من حركات حروف أو حرف الزاي فيما يأتي. إذن سأنطق لكم الحرف الأول وسيجيب على السؤال عامر. إذا كان هناك أكثر من كلمة لا بأس، انتبه لذلك. وسأنطق لكم الكلمات المناسبة ثم تقول أنت ما هي الكلمة الصحيحة، هي الأولى الثانية أم الثالثة. إذن الحرف الأول زا، هل هو فتحة أم ضمة أم كسرة يا إخوان عامر؟ الفتحة. الفتحة. طيب سأنطق لكم الكلمات: زارع، زيارة، زار. إذن ما هي الكلمات التي تتناسب مع حرف الزاي بالفتحة؟ زرع. إذن زرع نضع تحتها خط لأنها بالفتحة. وأيضا هل يوجد كلمة أخرى؟ نعم، وهي زار. زار. زار هي مثل أن تذهب إلى جار، مريض، إلى شخص حبيب، هي كلمة زار، أن تمشي إلى شخص لزيارته وشرب الشاي والقهوة معه. أما زرع فهو أن تضع البذور في داخل الأرض، زرع. زرع. إن شاء الله ستتضح معكم هذه الكلمات عندما نكمل الحروف الهجائية وبالصور، ولا تقلقون سوف تتعلمون اللغة العربية إن شاء الله مع الوقت. ننتقل مع محمد إلى الصورة الثانية أو السطر الثاني. زي حرف الزاي مكسورا، زي. استمع جيدا يا محمد ونريد أن نعرف الكلمات التي كان فيها حرف الزاي مكسورا. زراعة، أزكى، أزير. إذن هل زراعة مكسورة أم لا؟ أم الكلمة الثانية أم الكلمة الثالثة؟ ماذا تقول يا محمد؟ أزير. الزير هذه مكسورة؟ الزير هذه مكسورة، أحسنت. طيب وهل يوجد كلمة أخرى؟ لا، لا يوجد. ما رأيك يا سامي؟ هل يوجد كلمة أخرى في هذا الصف الثاني مكسورة حرف الزاي فيها؟ زراعة. أحسنت، انظر هنا زراعة مكسورة، أليس كذلك يا محمد؟ نعم. مكسورة. إذن زراعة أيضا من الكلمات التي ذكرت فيها صوت الزاي مكسورا، زراعة. شكرا جزيلا محمد، شكرا سامي. الآن يا سامي أريدك أن تنظر إلى الضمة ويوجد زو، سأنطق الثلاث كلمات وأنت تقول إذا كانت الكلمة فيها حرف الزاي مضموما أم لا. طيب الكلمة الأولى زجاجة، الثانية أزواج، الثالثة أزهار. أزهار. ما رأيك يا سامي؟ ما هي الكلمة المضمومة في هذه الكلمات الثلاثة؟ زجاجة. جميل جدا، زجاجة كما ترون هنا مضمومة، إذن نقول زجاجة هي الكلمة الوحيدة أظن، أليس كذلك؟ قلنا إذا أردنا أن نوافق برأسنا نقول بلى، وإذا نريد أن نقول لا نقول نعم عندما أقول أليس كذلك. طيب ننتقل إلى عامر والصورة الأخيرة أو المثال الأخير. هذه ساكنة لأن عليها دائرة كما قلنا، دائرة هي الرسم بهذا الشكل، دائرة نقول عنها دائرة. طيب انظر إلى الكلمة الأولى أزرق أو أزرق، تمام. انظر إلى الكلمة الثانية رزق، والكلمة الثالثة همز. همز. ماذا تظن أي الكلمات هو يعني لديه الحرف أو فيه الحرف بالسكون حرف الزاي؟
أزرق. إذن هنا دائرة، إذن هو سكون أزرق، إذن صحيحة. وبعد ذلك رزق. أحسنت، رزق أيضا انظروا عليها دائرة، إذن هي السكون، دائرة هي السكون، علامة السكون. إذن لدينا يعني كلمتان من من يعني وجدنا فيها حرف الزاي بالسكون. هل لديكم أي سؤال أم ذلك واضح؟ ليس هناك أي صعوبة، صحيح؟ جميل جدا جدا. ننتقل بكم الآن إلى هذه أو هذا التمرين، وأتوقع أن تعودنا على مثل هذه التمارين. سأذكر لكم حرف الكلمة وأريد منكم أن تضبطوا الحرف. أنا سأذكر الكلمة كاملة لكن أريدكم أن تذكروا حرف الدال، هل هو ضمة أم كسرة أم فتحة. فالكلمة الأولى نحن نقول عنها دب. انظر إلى حرف الدال يا عامر، ماذا نضع؟ هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ ضمة. أحسنت، ضمة. إذن نضع ضمة هنا، ضمة. طيب التي بعدها يا محمد، دلفين. بعضهم يقول دلفين وبعضهم يقول دلفين لأنها كلمة إنجليزية أظن، أليس كذلك؟ طيب ماذا نقول؟ ما هي الحركة؟ ما هي الكلمة؟ دلفين كسرة. دلفين كسرة، ممكن تكون كسرة، وإذا ذكرت دلفين ستكون ضمة لأن أصل الكلمة في اللغة الإنجليزية، ولذلك ممكن تكون بالضمة أيضا على حسب ما تنطق. المهم الآن أنك تميز بين داء فتحة، دي كسرة، دو دلفين لو قالوا ذلك، إذن هي ضمة. طيب انظر إلى الكلمة التي تليها، وسامي لدينا دم. دا دا دم، هل هي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ فتحة. أحسنت، دم فتحة. طيب انظر إلى الكلمة التي تليها يا عامر، ولدينا كلمة ديك. ديك كسرة. أحسنت، عندما تظهر الأسنان قلنا كسرة، ديك. طيب وأخيرا مدرسة. مدرسة، انظر إلى التاء المربوطة، ها مدرسة. محمد هل هي فتحة أم ضمة أم سكون أم كسرة؟ سكون. سكون. مد. مد، لم نقل مد ولم نقل مد، مدرسة. مد مدرسة. طيب هل ممكن تكون فتحة؟ تظنون ذلك؟ ماذا راسة؟ لا يمكن، لكن زارعة ممكن، ممكن تكون فتحة. السكون قريب من الفتحة، لذلك لابد أن نكون حذرين. طيب ننتقل إلى التمرين الذي يلي ذلك، ولدينا الآن ذئب. ما رأيكم ذئب؟ أعطوني سريعا. ذئب. ذئب. ها عامر كسرة. ذئب كسرة. طيب ذا ذيل، ماذا تقول؟ ها محمد، ذا ذا ذيل فتحة. أحسنت، فتحة. طيب بذ بذرة سكون. ذا سكون. أحسنت. طيب ذرة ذو ذرة ضمة. ضمة. طيب مذ ياع. مذ ياع ذ سكون. أحسنت، كثير من السكون يأتي لك يا محمد. طيب وأخيرا بذو ذور. بذور ضمة. أحسنت، ضمة. وبذلك نكون انتهينا من هذا التمرين. طيب ما أريده منكم ما فعلناه في التمرين السابق، أريد منكم إدخال الكلمة المناسبة في هذه القائمة فوق في الصناديق بما يتناسب معها، متى تكون فتحة ومتى تكون كسرة ومتى تكون ضمة. هذا سيكون واجب عليكم أن تقوموا بهذا العمل في حرف الراء والزاي. وبذلك نقول لكم شكرا جزيلا على هذا الاستماع والحضور والتفاعل، وإن شاء الله نلتقي بكم في درس آخر. يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف، صافٍ ليروي غلة الظمآن.
وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.